السلام عليكم، أنا سميتي عايشة، كنسكن في حي السوبر فوطفاط رقم الدار 31. أنا سيدي لوسي حاقرني ومعدي عليا وحسبي الله ونعم الوكيل. هاد السيد حاقرني دار بيا 5 شكوى دفو، كيتحرش بيا. اللب الأولى الشكوى اللي درت تبع لي وكرشي الفوق باقي لي غنولد تابع لي، وربي لو كان ما عطانيش ديك القوة اللي جريت بها كان غيقتل لي بنادم في كرشي وغيقتلني. انا السيد طاغي، كل ما كنمشي نديكلاري بيه كتجي الام ديالو كتطلب لي كتقول لي سمحي لي، وليني بزاف كتر عليا هاد السيد هذا. ملي كتقول لي مو سمحي لي غير كتفوت ديك الدعوه كيجي كيقول لي اشنو صورتي، كيعاود هاد السيد يتعدى عليا لدرجه واحد النوبه طيح لي بنادم حامله، طيح لي بنادم وجات الام ديالو اقسم بالله العلي العظيم والله شهد عليا، جات الام ديالو وقالت لي شوفي بليتي سمحي لي ما تمشيش للكوميساريه راه حلا دب واحد وديري على وجهي انا بحال ميمتك، ديري على وجهي وما ديكلاريش بيه. وقلت صافي، قال لي الوالد ديالي صافي بنيتي مادام طلباتك صافي. وملي درت عند راجلي قال لي راجلي شوفي امي قالت لك وكاك صافي، قال لي الا مشيتي انت ديكلاريتي بي غيديروا لك العنف ديت الاصول ويصيفطوني ويجربوا عليك انت من الدار. انا سيدي دابا تقهرت كنوجه امر الله سبحانه، الله يرحم لكم الوالدين عاونوني ناخذ حقي بنات السيد. المده 7 سنين وانا صابره على السيد، فلما كنمشي نديكلاري كيتدمس الدوسي، الناس كيعطيو عليا فلوس ولا المهم كيهدوني فلما كندوي معاهم كيقول لك فلوسك هنا ما عندك ما تصوري. ايه سيدي هاد السيد ما عرفتوش باغي عندي، ما عرفتش علاش كيديروا معايا، ما فهمتش هاد السيد. كل كان شي واحد براني ما غيضرنيش خاطري، ولكن راه لوسي اللي زعما راه دم واحد بينو وبين ولادي وداير ليا هاد الحاله، واش باغي يطججني؟ ما عرفتش هاد الشيء علاش داير، واش على الولاد حيت بنتي ولدتش ولا حيت باغي يطججني من المحل على الاستفاده ما عرفتش. والمشكله الوالدين ديالو توما مأيدينو، والزوج ديالي ما قادرش يحامي عليا ما قادرش يدافع عليا. كندوي معاه كيقول لي شوفي، كيقول لي الا جيت لدوي انايا قال لي غيديروا لي عفته الاصول وغيصيفطوني للحبس، كيقول لي سيري للمخزن عندي 3 الوليدات ولادي ولا فيهم الرعب ولاو كيخافوا. كندوي معاه كيقول لي ماما غيجي لينا هذاك غيجي لينا ولاو كيخافوا منه، بقاوش كيبغيو نعسو بقاوش كيبغيو ياكلوا اقسم بايه الرحمن، ولاو كيخافوا ولادي اكثر من. وخرجت انايا في هاد الدعوه الاخره هذه اللي مشيت لطرون طروا تحرش بيه وكذوق عليا في الحيط، هاد الحيط هو دويت معاه. هاد السيد دار بحال الوحش ما كيتقبلش الهضره اللي تنقولي، كيقول يا سيري الله يلعن كيعير الله سبحانه وتعالى، وندير لك ونفعل لك وندير لك ونفعل لك. هاد السيد ولا خطر عليا، شي نهار قتلني وقتل ليا ولادي، وتي داير ليا باب في البحر، حل ليا باب في البحر، بدا كيحك عليا هنايا الناس داروا فيه، عاقوا به الناس ظلمني، وعندي التسجيل كيدوق عليا كيخبط في الباب ليه، وكيقول لي هاتي حلو كيعاير فيا بالكلام الخايب، وهجن ويا في يدو، تيعاير بالكلام الخايب وكيردخ عليا في الباب، أمو ما كتقولش ليه طريق سكت، كتقول لي أنا سكتي دروك راجلك يجي وهو الفيديو عندي. ومشيت للكوميسارية ودرت به شكاية 20 يوم وانا تنمشي وكنجي الكوميسارية كيقولوا لي حنا غنمشيو نشدو صافي سيري كولي هاني حنا غنمشيو نشدو لواحد النوبة جاتني نوبة طحت في الكوميسارية في سدك العرسمي طحت تما في الكوميسارية تعدى عليا بدا كيضرب عليا بالحجر وكيعير فيا بكلام خايب مشيت كنجري للكوميسارية دخلت عند البوليسي قلت له السيد هاد السيد راه حقرني ولادي ما كانش عندكم ممكن تشكا، جاو شدت لي لو طحت جاو هزوا راجلي من حدا الباب قالوا لي تعال انا مرتك طايحه في الكوميسارية ودقوا عليه وما لقاوش ومشاو وقالوا لي شوفي الغد لي رجعوا لي وجاو ودقوا هنا نائب الكوميسير ومعاه البوليس وقالت لي امو نشوفو هالسيدي غدا ان شاء الله نجيبو لكم انا مع 12 نجيبو لكم غير باش يمشيو بحالاتهم ما جيبه لي ما والو غير باش يمشيو بحالاتهم. وناضت السيدي قالت لي بغدا نجيبو لكم مشاو قال لها انتي شوف هاد السيده راه حقرها والناس الجيران كلهم شاهدين فيه وكيقول هاد السيده راه ظلمت السيده وكيبقى يعير بها في الكلام الخايب وحاقر هاد السيده هادي وكيتعدى عليها قولي لي يجي عندنا
وما مشاش اللي جا هو يا الغد اللي قالت لي طارق نودي الله الكوميسارية زيد عندهم قال لها مشي قال الله يلعن جد بوها على جد بو المخزن صحة صحة وعدوا واحد الكلاب أربعة الكلاب اللي داير هاد الكلاب كيهدلنا بيهم كيطلق الكلاب يخرجوا ولادي بحال كاع الوليدات كيبغيو يخرجوا قدام الباب كيطلق عليهم كلاب كنجرهم ندخلهم وصلت بيه الدرجة واحد النوبة اللي دخل عليا راجلي خدام الليل ودخل عليا وعتقتني منه مو ماشي خوفا عليا لا خوفا على ولدها لا يمشي للحبس دخلت عتقت لي ما عرفتش سيدي كيخافوا منه دارهم كلهم كيخافوا منه هاد السيد ما فهمتش انا كبر من الزوج ديالي مجوج الزوجه ديالو كتأيدوا على هاد الشيء الزوجه ديالو والعياذ بالله من داك النوع لا يحب الله اللي ناسي الله والله ناسيه انا اليوم كنطالب بحقي هاد السيد هربني مع الوحده ونص ديال الليل خارجه على ولادي في الزرقاء مع الوحده ونص ديال الليل وعندي الشاهد الله يجازيك بخير انا كنطلب من السلحموش يحقق في هذا الامر ويحقق ويحقق ويبحث وغيلقى كل شيء حقيقي ومن سيد جلالة الملك كنطلب حقي هاد السيد هرس لي القرموط ديال بيت النعاس كله كيطلع عليا من البحر وكيهددني بجنوي وكيهدد لي ولادي غيقتل لي ولادي وغيقتلني هاد السيد وليت خايفة منه هاد السيد هربني مع وحدة ونص ديال الليل مشيت درت شكاية لوكيلة الملك هيا ديال المحكمة هاي الشكاية وكيلة الملك وكيلة الملك صيفطت للسيل كيان باش يدخلوني البيت ديالي هذيك الليلة اللي خرجت من هنا مع وحدة ونص ديال الليل بت في الزنقة وعندي الشاهد باللي بيته في الزنقة وهذاك السيد ناضت الأم ديالو قالت لي دي لهاد الناس مانطق خرجوا ولدي بسلي سماطي عريان ولادي كلهم عريانين بغيت الهرب الله يشد لي قتل لي هكاك مدلع عليا مرش ترجم كيهدد فيا كيطلع لي متسرب وهدد فيا ويلوح في الحجر هاد السيد شنو بغى عندي وجدت شي كله حقرة راه حسبي الله ونعم الوكيل هاد السيد ما كيخافش من المخزن كيقول لي شوفي الله يلعن جدبوك على جدبو المخزن وانا ما عنديش الراجل اللي غيحميني الراجل اللي غيحميني خايف من دارهم يعني ما عنديش واحد اللي غيدافع عليا وهادي النقطة هادي معاوناه كيقول هادي ما عندهاش اللي غيدافع عليها تجري طوال هالمخزن انا نديرو الراجل اللي غيدافع عليها راه بخيف باقي فيا الفرصة باش حاقرني انا اليوم كنطلب السي الحموشي وكنطلب الناس المسؤولين وجلالة الملك انا ولادي غنضيعو هاد السيد يقدر يدخل عليا اليوم ولا غدا يذبحني انا ولادي هادشي ما كيرضاكمش امة محمد الرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار هذا راه عمهم واخ الزوج ديالي ومحول الشبح معايا يدق عليا في الليل في الحيط ويقول لي كلام الخايب كيدق عليا في الحيط بالمطرقة بالنهار وبالليل وكيخسر في الهضرة وكيقول لي الكلام الخايب هاد السيدة شنو بغى عندي يا سيدي هاد السيد شنو بغى عندي حرا حسبي الله ونعم الوكيل شو صرت انا وقت لي بنادم فكر شو سمحت ليه هادشي خلى يزيد في الطغيان ديالو انا ندمت ولاني الزوج ديالي هو سبابي قال لي صافي سمحي لي ورا خويا وما جاتش كي يحلى دم واحد والناس نديرو نضاي وداك الشيء صافي سكتي امي طلباتك سكتي وسكت ورا باقي لحد الان عندي الوراق ديال السبيطار اللي بلادم الدكتوره قالت لي هاد بلادم مضروب والفيت قلت لها لا صافي ما بغيتش ندير نتخطى الزوج ديالي فمو طلبتني قلت صافي هاد السيد يمكن يتدعر يمكن ينوض فيه الضمير ديالو شوي ويقول انا راني تعديت على هاد السيده وهي شو سمحت ليا ما نعاودش معاها مره اخرى هاد السيد مازال زايد في الطغيان ديالو هاد السيد ما خايف من حتى واحد يعني بالكلام خايب يتحرش بيا يقول لي كلام الخايب وصلت الدرجه دخل عليا والدوسي بقى في الكوميسارية تاعي ومن الاخر ما كاين حتى شي حاجه ومشي انا اول وحده فايت مجري على دار عمو هاد السيد هو حقار وحسبي الله ونعم الوكيل انا موجهه امر الله